السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن أرك سيرفايفر. طبعا شفتوا بالحلقة الماضية نزلت وأنا انسجنت وانحبست وعتقلت وبالأخير قدرت أهرب الحمد لله، وعساس نجي تجوني فزعة بتساعدوني بالبث المباشر، بس ولكن ما حدا جا الحمد لله، محبين كثار الحمد لله، ما حبوا يكبروا هذا الغيظ الكبير الحمد لله. شكرا لكم ولحضوركم وشكرا للايكاتكم صراحة، لأنه أنتم عملتوا عمل إنجاز عظيم باللايكات، بس ولكن عملكم كان أعظم بكم ما حضرتوا الحدث اللي كنت أنا عامله أو الدراما اللي كنت راح أعملها صراحة. المهم فقررت قلت خيو أنا محبيني كثير، فخلينا نشتغل نحن محبينك شي على هذا. فقلت خليني أعمل سيرفر لحالي وألعب لحالي او سنجل بلاير ونمشي. طبعا انا عملت فتت لانه بالمره ورجيتكم يعني نزلت كذا مره وبنينا وهيك. المهم اليوم بني هاي الكم فاير وهالبيت الصغير عامله هون بالغابه بين مكانه ما نعرفين. المهم بدي اروح اول شيء هلا روض لي طير صغير اركب فيه ونروح نهج ونشوف المناطق. طبعا المنطقه يلي راح ابني فيها نفس المنطقه اللي كنت بني فيها تماما، ما راح اغيرها ابدا لان الموقع كثير كويس صراحه استراتيجي. رح نروح لهنيك ورح نشوف حظنا. تمام هلا اليوم اللي بهاي الحلقه رح نعمل، طبعا هي رح تكون سلاسل مثل ما تشوفوها، كل حلقه رح نعمل اشي مهم باللعبه. اليوم رح نروح نجيب اول شيء بس طير، ما رح اسوي شيء ابدا، بس رح اروح اجيب طير ونركبه وننتقل الى البيت الجديد. تمام طبعا ما رح اسوي اي شيء صراحه حاليا بالوقت الحالي، بس رح اسوي لي هون كم شغله مثل هاي، خلينا نسوي 10. تمام انا في شيء مهم بس حلو، وين هي هي الدولة. تمام انا هاي الاغراض كلها الموجودة هون راح اقضيها كلها هون، ما لها اي اهمية صراحة. يعني انا بعد ما بنيت البيت وجهزته ومثل ما يقولوا عملت كل اشي، بعدين قلت لا خيو خلينا نروح نبلش من اول وجديد وننتقل من هالمكان. انا صراحة مو عاجبني انا، خلي بس خلص هدول تصنيعهم بتاع نمشي. طيب بدنا نخدر، بدنا تخدير، طول بالك مشان نخدر. طب انا سمعت انه النقافة يلي هي هي نفس مبدأ التخدير تقريبا يعني الى حد ما، يعني الاسهم، بالاسهم خلص بالاسهم، بس الاسهم بدهم شغل كتير هيك اسهل، لان حتى هون انا عامله سيرفر خاص فحتى عامل التتيم كتير ايزي يعني ما هو صعوبة فيها، يعني عملت كل اشي سهل بس المو لكن انه نلعب بس حاليا طبعا، وبعدين رح نرفع الصعوبة شوي شوي ان شاء الله. اي نقافة بايدنا صارت معنا 250 حجرة. تمام نام 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 نام، حلو كل ما نضرب وحدة انه نام. نام عمو، ومين قال انه بالنقافة بيتخدر الحيوان؟ مش عارف بس يعني هات مين هذا اللي قال لي بالنقافة يتخدر الحيوان؟ الله يصلحك الله يصلحك، اه والله الله يصلحك. طيب شكلي هرجع للماكينة البيت وين صار هذا اكوا، ارجع للبيت اسوي سهم، كان ودي انه اسوي فرن اسوي شيء كثير بس يعني ما في، عم مصيبة هيك اذا كل ما ندخل هيك البيت ما يندخل عليه مصيبة هيك. كفي انا اشوف هذني كفن. تمام تقريبا احنا هلا صرنا تقدر تقول شبه جاهزين 70%. تمام عادي كفي هذا. طبعا في موضوع جدا مهم رح اسالكم عليه، نحن عم نلعب بس خلونا نمشي. طبعا بعد ما كنت على اساس افكر اسوي روسيه بعدين قررت انه ما زبطت معي الروسيه، فالمهم قررنا نسوي هاي لان في عندي عده مشاكل صارت في اللعبه. المهم يعني هلا انتم عم بتشوفوا بين اول بين النقطه الاولى وهلا شي تقريبا في ساعتين فرق. انا اهم من هذا كله لازم احفظ وين موقع البيت، لانه اذا ما حفظت موقع البيت انا اكلت هواء. نعم لقد اكلت هواء اذا ما حفظت موقع البيت. المصيبة مو هون، المصيبة شلون بدنا نروح على الطرف الثاني من دون ما ننزل تحت. افحل ننزل. طيب الان نبحث عن فريسة. طبعا انا بس لقيت فريسة او طير ليفله كويس ان شاء الله. طبعا انا لعبت باعدادات اللعبة صراحة سهلت على حالي كثير، يعني بعد ما شفت العذاب اللي تعذبته بالسيرفرات الخاصة. طبعا الشيء الثاني كمان عملته تعديل هو الوزن، وقت ارفع الوزن بيرتفع معدل جدا قوي بشان ما اضل اتعذب بالوزن والحمولة وهيك، يعني بقدر انا احطهم وراي واقلهم امشوا. يعني طبعا حتى انا هذول ما راح اطلبهم وزن اساسا، لو هذا راح يفيق معناته.
الواد الاول قام قال انت بدي ارفع لك قوة الدمج تبعك، لانه انا ما عاد اتدمج، ما عاد اهجم يعني، هذا بس انا ارفع لك، والسرعة تبعيتك ارفع لك اياها شوي. تعالوا تعالوا امشي امشي. هاي طير، واخيرا لقينا طير، واخيرا 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 ان شاء الله يكون ليفله كويس. هلا شاد ما كان ليفله يكون، تعالوا وقفوا انتوا هون. قد ما يكون ليفله يكون 55 لا بس صراحة لا بس، شخص ان شاء الله ينام معي بسهمين ان شاء الله. من اول سهم، من اول سهم. هلا ليش هون هيك ما بينتقل بكل سهولة؟ ماني عارفين ايش المشكلة تبعته. ما دام بسهم واحد نام فاكيد هذا راح ينام بسهم واحد. تعال هون يا كلب، يا كلب انزل. شايفين هذا المكان مليان طيور؟ طبعا اليوم راح نكتفي بطير واحد، بكره ان شاء الله راح نجيب جريف. شكله اللحم حيخرب وصاحبنا لم ياكل بعد. انتوا ايش في معكم؟ هات السماء هذا كبه حلو. طاق الفحل، تعا يا حبيبي تعا، تعا يا حبيبي تعا. بصوا شوف تعا، وين السدر؟ السدر اين هو؟ هذا هو السدر. انا مش مركب. لا يا شيخ، كيف ما يكون هذا السدل غير هذاك السدل؟ والله هو يا حبيبي، هو والله هو هذا غير سدل فتحناه. الله، فتحنا غير سدل ولا غير حيوان؟ ايش بده هذا تنصدنا عليه؟ بي تي اي. في عندنا من هذا، عندنا هذا يا هذه، ما بعرف عند مين، بس عند واحد من عندهم اياها هاي. انا فيه، خلينا نمشي ندور على حدا ناخذ منه قشور مشان نقدر نسرع. طبعا هون تكسير الحديد ما راح يعطيني كميه منيحه، بس يعني لا بس اتس اوكي. طبعا نحن حاليا في مرحله البحث عن هاي النياب مع الشغله الثانيه مشان نروضه نركب له سدل ونطير عليه، بس حاليا ما في عنا هذا الاشي، وشكلنا هنوصل للموقع المنشود اللي قلنا لكم عليه مشي. فا اتس اوكي يعني. فايش نسوي؟ هذاك فوق على الجبل. اذا ما خاب ظني يعني. بدنا والله قوي بين انتوا. لا لا لا، انسحب 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 انت انسحب. كاد ان يقتلك يا مجنون، تعال يا مجنون تعال، والله كاد ان يقتلك. اسكت اسكت، والله كاد ان ينتفك مو بس يقتلك. انا ما لفلته، طول بالك. والله عرفت ليش المشكله. شد لفلوهات بس خلينا نجرب على هذا. مباشر طرحه، لا تحكي عن الدم. اثنان بقوة عشيرة، ترفع لكم القبة صراحة. اعطيهم ايه عشان اذا الدم هجوا يقدروا يكملون برضه. تعالوا امشوا امشوا، انا بدي شيء من عندهم ما جابوا لي. طبعا وصلنا الان الى المكان المنشود يلي اساس نحن نوصل عليه. بدنا مي؟ تمام صحيح، سوينا انه ما يشرب مي ابدا، او بما فيه معناه ما يحتاج للمي ابدا. تعال خلينا نبني هون بيت، خلينا نسوي حجر. طب حاليا بانه دبرنا الطير، حاول صار صورت كثير صراحة، فرح نكتفي نحن بهذا القدر ان شاء الله. بكره طبعا حخفف
الليفل تبع الرفع تبع الطيور بشكل جدا كبير، لانه مره اوفر يعني صراحه. طبعا شباب بيكون لهون خلص الفيديو صراحه، صار جدا طويل ومنتجه راح يعذبني بشكل جدا كبير بعد ما انتقلنا الى هذا المكان الجديد. طبعا في بعض الاسئله راح اسالكم اياها، ارجو انكم تجاوبوني اياها بالتعليقات، او لو شوفوا لي شلون هي الحلول اللي لها تحاولوا تساعدوني في حلها. المشكله الاولى اللي هي اللي مثل ما انكم شايفين عندي بالهون بالستريج كلهم 200 200 200 200. انا دخلت احد السيرفرات كان بيعطيني مثلا بيجمعني كلهم بيستاك واحد، مثلا عندي 2000 خشبه اللي 2000 خشبه خلاص استاك واحد 2000 خشبه. فهذا المشكله بتساعد يعني عم بخربطني صراحه، هاي نمبر 1. نمبر 2 المشكله الثانيه اللي عندي اياها كمان اللي هلا شوفوا مثلا مو هون، مثلا نجي على كرافت شوفوا هون بيطلع لي المواد شلون طريقه التصنيع تمام، وتنجي مثلا بدي ادخل هون شوف عم بيكتب لي، بس تيجي هون مثلا تطلع هاي الماده شلون تتصنع ايش تحتاج ما عم بيكتب لي عليها. هي ارجو انكم تحاولوا انكم بلكي تعرفوا شلون تنحل المشكله هاي. هاي نمبر 2. نمبر 3 طبعا انا عاملهم كتير اوفر يعني صاروا صراحه اوفر كتير بالقوه، فراح هلا ارجع بالضبط انزل الليفلات تبعاتهم، واذا شفتهم ما نزلوا بخليهم، هذول الاثنين اساسا صغار يعني ايزي. بس المهم رح انزل الدمج تبعهم كثير لانه كثير 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 قوي، ما توقعت انه هيك يكون بهالقوه هذه. يعني هذا بدمج 2500 هذا بدمج 2500 وباول ما يمسكوا، يعني جد قويتهم خرافيه. وحتى وخصوصا الوزن انا حاطه انه يزيد 10000، هون وقت عملت له الليفل فورا زاد لي شوف زاد 50000، يعني 10 اضعاف نط. يعني هذا الشيء جدا صراحه جدا 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 خرافي، وانا ما كنت متوقع انه يوصل لهالدرجه هذه. طبعا هون الاكس بي عم بيطلع جدا واطي، يعني الساعه بما يخلصوا تلفيل يخلصوا كل واحد يخلص مستواه اتوقع يوصلوا شيء خرافيين بالقوه. رح نكتفي نحن لهذا اليوم، احنا وصلنا هون هيك تمام امورنا ان شاء الله. بكره رح نروح نحاول نروض شيء اكبر، بس طبعا لازم نخفض قوتهم لانه هيك صار جدا اوفر مؤخرا، صارت لعبه بايخه جدا صراحه. بس يعني بالاول لاني حبيت انه اجمع موارد اخلص من موضوع الموارد، لانه رح يعذبني كثير في تصنيع بكره الفورج والشغلات هي، مشان ما تعذب تجميعها قلت خليني ارفعها بعدين اخفضها ما في مشكله عليها. بس القوه تبعتهم كثير اوفر رح انزلها. بس كون هون خلص الفيديو، لا تنسى من اللايك والاشتراك تستناك اليوم فيديو جديد وحلقه جديده الساعه 6. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.